كل عين قوية تبطل كل عين غادرة تبطل كل عين فاجرة تبطل كل عين فاسق تبطل كل عين نظرت نظرات غدرات تبطل كل عين صرعت برا العين 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 والحسد والنظرات الغدارات تمني زوال النعمة تمني زوال الصحة تمني زوال الجمال تمني زوال الشعر تمني زوال الخير تمني زوال الزواج تمني زوال الخطبة تمني زوال النعم العين والحسد العين وقوتها العين وحرارتها العين وغدرها العين وقوتها في الجمال أصابت قوية في شعرها أصابت والشعر أسقطت قوية عطلت كل خطبة وزواج الأعين الكثيرة الأعين الحارة الأعين الفاسقة الفاجرة الأعين الغدارة الأعين التي تتمنى زوال النعم الأعين التي تجلب التعاسة والشقاء والهم والحزن والضيق والنقم الأعين الحارة وما أدراك ما الأعين الحارة والأعين الكثيرة أعين أصابت في كل خير أعين أصابت في كل نعمة جلبت التعاسة والهم والحزن والضيق والنقم عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين أسقطت الشعر وغيرت الجمال غرض إسقاط الشعر وتغيير الجمال والجن الذين خدموا العين والحسد هو تعطيل الزواج إذا أسقطوا لها شعرها وغيروا لها جمالها وحسنها وبهاءها وأضعفوا نظرها وأصابوها بكل داء وسقم ومرض وعلة وتشبهات هنا تعطل الزواج ويصل العاشق الثاني الشيطان المحب إلى مقصده وغايته ويعطل عنها زواجها ويصرف الخطاب والأزواج من الباب والعتبة حتى إذا نظروا إليها وجدوها سوداء بشعة تغيرون نظرتها تغيرون لها وجهها فعل الخطاب تعطيل للزواج وإسقاط للشعر وتغيير في كل شيء من الخلقة والسلوك والأدب والنطق والكلام هذا هو تعطيل الزواج إذا عشق الجني الموكل بسحر تعطيل الزواج إذا عشق البدن أصبح هو نفسه معطلا ومشوها وللشعر مسقطا اسمع يا شيطان يعطل عنها كل شيء يشوه جمالها ويمرض بدنها إذا أصبح الجني الموكل بسحر تعطيل الزواج عاشقا كانت المصيبة كبيرة وإذا كان الشيطان مسؤوليا خادما لسحر سفلي في الليل مجددا كانت الطمة أطم والمصيبة أعظم فإنا نسخر منكم كما تسخرون الله ولي الذين آمنوا إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون وهو الذي أضحك وأبكى بيده ملكوت كل شيء خلق الإنسان والجن فسواهم وأمرهم وكلفهم بالعبادة وصاهم وميزهم على باقي المخلوقات بعقل وشهوة حتى يكون الصراع أبدي إلى يوم القيامة فيا من خلقك ربي وكتب في لوحه المحفوظ والذي هو كلام الله جل وعلا عفوا في كتابه جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إني أنا الرزاق ذو القوة المتين فمن كلفك الله فوق سبع سماوات بالعبادة وكرمك على باقي المخلوقات وميزك بعقل وشهوة وقال لك أن هناك شيطان يسعى أن يضلك عن السبيل ويدعوك إلى الفسق والكفر وخدمة السحر والفجور لا تريد إلا أن تكون مع الشيطان لا تريد ولا تحب إلا أن تكون مع حزب الشيطان فليكن في علمك أن هناك ربا وأن هناك حسابا وأن هناك عقابا وأن هناك آخرة وحسابا وأن هناك جنة ونارا وأن الله خلقنا ووصانا وكلفنا وأمرنا بالعبادة فما خلقنا لكي نعمر أجسام الناس
تكلم معك يا جني. ما خلقك ربي لكي تسكن جسمها وتعمر جسمها وتظلمها وتعتدي عليها وتزني في كل ليلة وحلم وتعشق بدنا لا يحل لك. حب حرام وعشق حرام وزنا في الليالي والأعناق والأحلام. الزنا والاطلاع على العورة. طيب من يزني؟ من هو الزاني؟ من معك؟ الزاني. أتكلم بالعموم. طيب انت تقول ما تزنيش، واحد يقول ما كان سحرش، واحد يقول لك لا انا ما كان اذياش، واحد. المصيبة والطامة والكارثة والقنبلة انكم كلكم في نفس الطامة، هي انكم تسكنون اجساما لا تحل لكم. ماذا؟ مثقفة مثقفة حتى لا تتزوج. طيب سؤال، لماذا تسقط شعرها؟ من الذي يسقط شعرها؟ أنا راني نجي نضرب لها الطوندوز احسن لها. أنت من؟ جنية التي تسكن الرجل، هي التي تسقط شعرها، هي التي تغير جمالها. طيب هي نفسها دخلت بسحر الثقاف حتى لا تتزوج، ماذا؟ جاوبني جاوبني جاوبني. كي طلسم نبقى نستناك انا نترجم لي هذه اللغه نتاع الايدي. رحنا في مركز الصم لبكم، نسال الله ان يشفي كل مريض. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله تبطل كل عين. اصابت عين تبطل كل عين. اصابت في العين أصابت عينا فأمرضت جنيا 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 جعلت جنيا 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 في العين سكنت والنظر أضعفت جنيا والشعر أسقطت والشعر أسقطت والشعر أسقطت والجمال غيرت جنيا. تسمع وترى في الرجل تتوارى، تسمع وترى في الدماغ تتوارى، في العين تتوارى جنيا جنيا. تسمع وترى تسمع وتختفي وتتخفى تتوارى، في البدن تتوارى، تسمع وترى تتوارى تتوارى. أبت النطق والكلام، أبت الفصح والكلام، أبت النطق والكلام. سكنت الوجه وغيرت، سكنت الوجه وغيرت، سكنت الوجه وغيرت، سكنت الوجه وبدلت، سكنت الأعين وأبرضتها، سكنت العيون وامرضتها والنظر أضعفت جنية جنية جنية. أسقطت الشعر جنية. تسمعين؟ كتسمعيني؟ طيب أي سحر؟ بظلم بعدوان. ألا تعلمين أن هناك ربا وحساب؟ لا ما عرفتش. ألا تعلمين أن هناك عقاب؟ ألا تعلمين أن هناك ربا لا يغفل ولا ينسى؟ ألا تعلمين أن هناك يوم عظيم، يوم عبوس قمطرير على الظالمين، يوم يتصبب العرق فيصل إلى الكعب، مفهوم؟ يوم عظيم، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم المصيبة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ألا تعلمين أن هناك ربا لا يغفل عن شيء ولا ينسى شيئا، يظلم العبيد في شيء، رب يسمع ويرى، رب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، رب رآك منذ أن دخلت وقبل ما دخلت، ويعلم إن دخلت كيف ستكون وإن لم تدخلي كيف سيكون حالها، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن إن كان كيف سيكون، مسير الكون ومن فيه ومن به ومن عليه. ألا تأبين إلا العصيان ومعصيته جل في علاه. الله سبحانه وتعالى كرمك وأنعم عليك أن تسمع القرآن. لماذا القرآن يؤذيك؟ لماذا القرآن يعذبك؟ لماذا؟ لماذا تصرعين بالقرآن؟ طيب بالضبط علاش بالضبط اختارتي العين ديالها؟ اليمنى 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 ولا اليسرى؟ اليمنى. طيب لماذا تسقطين شعرها وتضعفين نظرها؟ هذا توكيل؟ هذا توكيل وكلك به الساحر. أنت مكلفة حتى تطفي لها عينها اليمنى. ها؟ جاوبيني جاوبيني.
واش كاين شي واحد حمق نسطي شي واحد واه واش واه انا بغيت محمد عاد نهضر شكون محمد شكون محمد لا تبقاش تقولي لا بغيت محمد غادي نوض غادي ندوخك واحد واحد الحاجه زينه غادي تبقاي تهضري في الخاوله عمر الكونيكسيون غادي نخربقها لك مفهوم يعني طاعة لله سولتك جاوبيني دي كوني على يقين بلي انني مستعد نوض نعذبك ومستعد في بلاصتي باذن الله نعذبك ولكن والله لا باغي لك الخير اقسم بالله حالفا غير حانث الغرض اللي راني جالس عليه هنا الاساسي هو التوبه هو نبين لك الحق هو العودة إلى رب الأرض والسماء والرجوع والخضوع والإنابة والبكاء والندم على فتى من ظلم وعدوان وقهر وغصب ظلمة وخدمة السحر ومضيعة وقتك وظلمك لنفسك أولا قبل كل شيء نبين لك الحقيقة لماذا تتأذين بالقرآن لماذا تصرعين بالقرآن نبين لك الحق الذي خلق الله عليه الإنس والجن ولماذا خلق الله الإنس والجن وبماذا كلف الله الإنس والجن هذه الحقيقة اللي تعرفيها أما علاش وكيفاش وباش هذه أسئلة بديهية ولكن كيتبقى الضر أننا نعرفها مفهوم لمرض وداء ولكن الأساس هو التوبة هو أن تعودي إلى ربك جل وعلا هذا هو الأساس مفهوم طيب الآن طاعة لله عز وجل اسمعي ما تقولي لا بغيتي محمد إلا قلتي لي بغيت شي واحد يجي يجلس معايا عاد نوض نهضر غادي نتكرفس عليك غادي يولي أنا عندي حق أنني نتكرفس عليك مفهوم مفهوم يلا دابا طاعة لله لحد الآن مأدب معك ولا لا مأدب معك الحمد لله اللي خصوت قلت لك المقصد ديالي واش جاي أنا باغي نضربك انا ما كرهتش باذن الله عز وجل تخرجي لنا مسلمه للحق مذعنه انا قلت لك خرجي انا قلت لك بفمي خرجي من الجسم ديالها قلت لك تخرجي منا مسلمه مذعنه خرج هو اخر شيء انا قلت لك سلمي صافي سيدي انا ما بغيتش نطلب منك قاعد تسلمي انا سيدي ماشي مشكل يلا سمعيني واش ساحر ساحر ولا ساحر اللي وكلوك وارسلوك ساحر طيب دوسمو دوش فيها بشويه ساحرة بسم الله ساحرة هي اللي صفتاتك ساحر وهذه الساحرة هذه باش كلفاتك باش واش طلبت منك هذه الساحرة اصلا انا ماشي ليها كيفاش اصلا انا ماشي ليها كيفاش انا ماشي ليها كيفاش زعما انت ماشي ليها وضحي كلامك ضحك كلامك كيف زعما ماشي ليها انا كادي ندير نفهم ماشي ليها ولا ليها ولا فيها ولا بها السحر ما داش ليها كيف السحر ما داش ليها المقصود انه السحر ما مديروش لهذا الجسم هذا والسحر مديروه لطرف اخر للراجل المراه العائله ديالها السحر المقصود بالضرر هو الاخت ديالها وانقلب الضرر وصدقت ندرج هي مفهوم طيب هذا سحر مرشوش في العتبه مرشوش مشروب طيب انت دابا راني نهضر عليك انت بوحدك دخلتي لهذا الجسم هذا مرشوش مشروب زيدي اكملي طيب كاين غير سحر مرشوش ومشروب كاين وحده دخلت لها المرآه وحده دخلت لها شكون هي هذه الوحده شكون هي مليكة دخلت بالمرآة يا هي دوتها في الأول ولكن بعد تقتلها معايا تعالى كيفاه؟ هي عجبتها في الأول شكون اللي عجبتها؟ عجبتها شكون اللي عجب الأخر؟ مليكة عجبتها هاد البنت واش عجبها فيها تزوجها ولا واش عجبها؟ واش السحاق؟ واش عجب الوجه ديالها؟ طيب دابا الجنية ملكة اللي كانت تسكن المرآة شفت هذه كتشوف في المرآة وسكنتها ملكة هاكا باغي تقصد جاوبني واه وكي سكنتها عجبها الوجه ديالها الملامح ديالها ودخلت فيها هكذا طيب يعني على الوجه وهاد ملكة كي سكنتها على الجمال ديالها على وجهها وغيرت لها الوجه ديالها جاوبيني ها لا يعني ما كدير والو ملكة ولا عندها دور في الجسم هي كتمشي دير الموسيقى شطحيه ليا كدير شطيح يعني دابا هي كتشطح معها فقط كتجرب معها شي حوايج هذه ما كتبغي مالك المعاصي وهاد المعاصي منهم واش
شوم هاد المعاصي اللي كتجرها ليها؟ كتقولها جبد لها الرجال وهادي ما تبغيش. جبد لها الرجال بغا تمشي عند الرجال الزينة يعني تحببوا لها الزينة. تحبب لها الزينة ياك. طيب لو كان هضر معك انتي بعدك سميتك انتي اريكا. اريكا تبارك الله. انتي السبب في المرض ديال العين اليمنى. شكون هو؟ شكون هو دابا؟ هو قال لي انتي وهو قال لك سيدي انتي اللي مرضتي لها عينها اليمنى. اصلا هو اللي كيخليني نشخر. كيفاش هو اللي كيخليني؟ طيب هو اللي عنده السلطة في هذا الجسم هذا اللي عنده الرفعة والحكم له. شأنه شأنه والرأي رأيه والمشورة مشورته وما شاء الشيطان وكان وما لم يشأ. علاش حتى واحد ما قد يبدلها؟ كيفاش حتى واحد ما قد يبدلها؟ حتى واحد ما قد يخرجها الطريق. يخرجها الطريق هو ما بغاهاش تخرج الطريق. وضح كلامك انا مش فاهمك. لا واش هو بغاها تخرج الطريق؟ لا يعني لو كان ما كانش هو لكون خرجت الطريق. يعني رب ضرة نافعة يعني نقمة في طيها نعمة ياك. يعني شرهم كالي علاش زينة هذه. يا الله بسم الله. هو اللي مرض لها عينها دابا هو كيقول لك انت اللي مرض لها عينها ومطيح لها شعرها ياك. انا طيح لها شعرها. كطيح لها شعرها كنكحلها وجهها. قط الشعر تشويه الجمال هكذا هكذا. وشوف قط الشعر تشويه الجمال. وش اخوك كدير؟ خطط الخطوه تكسي العمل تردي الخطبه ضربها بالليل. كيف ضربها بالليل؟ ضربيها بالليل. انا مالي كان دابا ها تهملوها على الصلاة تخليهاش تصلي. ما تصليش نهائيا ما تصليش. حنا كاملين. كيف؟ حنا كاملين كتصلي. بصح واخا غير كتصلي انت يهودية. اريكا اريكا ولا اريكا؟ أريكا يهودية واللي كيمرضها في عينها شيطان مسوني. هو عدلات في العين هي علاش؟ كانت تخدم بالسلكات. كانت تخدم فرعتها بالسلوكة القرآن ومدرك من القرآن. كيفاش؟ فقط هو فيها مدة طويلة. مدة طويلة هو فيها مدة طويلة. مزيان. هو متقفها. هو اللي متقفها شعرها. هو اللي جبدها في الحفرة باش ما يجبدها تسيوه. كيفاش؟ هو اللي جبدها في الحفرة باش ما يجبدها تسيوه. كيف زعما الحفرة؟ كيف زعما الحفرة؟ كيف زعما الحفرة؟ معروضين؟ كنتو معروضين؟ واحد العرس هادي 4 سنوات. هادي 4 سنوات كنتو معروضين في عرس؟ ما شاء الله العرسات نتاع المسلمين. عرس خارج على وجدة في الطريق الخارجية ديال وجدة. كانت يلاه بنا واحد القاعة تما. كانت واحد الحفرة حفرة ما شفتهاش طحت فيها. بديت ما شفتهاش وطحت فيها. انت اللي طيحتها في الحفره. هو اللي طيحها ولا انت؟ لا ما شاء الله عليك. اللي كلفته من الغاوله. انت اللي اسمه كلفته من الغاوله. ما في ما وضح ما فهمتكش. كلفته من الغاوله. شكون هما جنيات؟ فجنيتي الغاوله. وضح كلامك. سميه سميه دراسك. كيفاش
جات الدور وهي طاحت، ما فيهاش شي بنت عيطت. هو كلف الجين. طيب هاد الجينيات كاينين في الجسم ديالها ولا كانوا خارج شي جينيات اخرين اللي في الجسم ديالها؟ عيطوا لها يعني في الرأ يعني اللي... كنا بزاف هم خرجوا. شحال خرج من واحد كاع؟ 20. يا ابني من السكن الاقتصادي هذا، الله المستعان. الضحى، والله الا بطيمات الضحى. زيد كم كانت عندي واحد الفاعه في الراس. كانت لفعه في الراس. واش كانت دير هاد الفعه في الراس؟ كانت عندك انت؟ كيفاه؟ كيف وما بقاش؟ واش كانت دير هاد الفعه؟ ها؟ تمرضها في الجسم ديالها. دابا ما بقاش التمرض ديال الافعى، نقصوا اشياء كثيره. اي بالله العلي العظيم، بنعمه القران نشفى ان شاء الله تعالى، وبركه القران نشفى. الزينه وما ادراك ما الزينه. والشيطان كيف سميتك انت؟ دانيال. ماسوني. دانيال بغيت نسولك، كتسمعني؟ لا ما ديرليش هكا، قول لي نعم ماشي واه، نعم هاكيك نعم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. دانيال بغينا ندير واحد التجربة بسيطة، بغينا نشوفو. عندك واحد الكتاب مقدس كتقراها دانيال؟ لا. عندك عقيدة، عندك كلمات ترددها؟ لأنك عندك عقيدة ماسونية، مفهوم؟ عندك كلمة ترددها كتعتقد فيها الحفظ والصيانة؟ جاوبني. لا، هذا هو الجبن، هذا هو الخوف. علاش تقولي لا؟ لأنك تشك في عقيدة. أصلا أنت عارف راسك على الباطل، مفهوم؟ دانيال بغيت نسولك وجاوبني بصدق. عندك كلمات كتعتقد فيها أنك تحفظك وكتحميك؟ عندك أذكار ديالك كتمجد بها وتقدس بها الشيطان الإله الرب الأكبر ديالك؟ واه، لابد. أنا مسلم، عندي عقيدة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مثلا، مثال أصبحنا أصبح الملك لله مثلا. دابا أنت من خلال أنك ماسوني عندك عقيدة، مفهوم ياك، كتعتقد فيها أن الشيطان هو الرب ديالك وأنه هو الإله ديالك، مفهوم؟ مع أنك وإن سألتهم لو كنت تسول الشيطان نفسه من خلق السماوات والأرض لا قلنا أن الله، لأن الله هو اللي خلق الشيطان، وأن الشيطان عصى الله عز وجل. أنا أكره سليمان. تكره سليمان. عارف أنك تكره سليمان. تكره سليمان. تكره سليمان. جيد، نكمل بسم الله. عندك عقيدة تعتقد أنها هاد العقيدة ديالك كتعتقد أنها هي العقيدة الصحيحة وأن الشيطان هو الرب الأكبر والإله ديالك الأكبر. جاوبني على السؤال ديالي، مفهوم؟ واش عندك أذكار وأوراد كديرها كتعتقد أنها كتحفظك وكتزيدك في القوة، مفهوم؟ ولا بغيتك تقولها لي ما تقدش. شنو هو المانع؟ واش هو المانع؟ اش وين كنهضر معاك لحد الان مؤدب، واحد اخر غادي يشوف هاد الطريق. ما بغيتش. طيب كاين امرين، هي تقول لي غادي نعدك. اسمعني يلا، بغيت نسولك، هاد الشيء غادي ينفعني في شي حاجه؟ انا جاوبني، ما ينفعني في والو. اعوذ بالله، كي غادي نسمع نقول اعوذ بالله لانني مسلم؟ اي كلمه في القران كنردها شيطان. كيفاش تردها شيطان؟ وضح اكثر، ما فهمتش. وضح اكثر، وضح كلامك. ما غاديش نستناك. يهدي الشيطان بنوره من يشاء. زيد، ما شاء الله. يهدي الشيطان بنوره من يشاء. زيد اكمل. اي كلمه في القران ردها الشيطان. اي كلمه في القران تردها الشيطان. يعني مثلا اي ايه ذكر فيها اسم الله تقول الشيطان، تستبدل مكان الله عز وجل الشيطان. ولهذا هاد الايه تؤذيك. يهدي الله لنوره من يشاء. لا لا تؤذيك. يهدي الشيطان بنوره من يشاء. وكتعجبك هكا تقولها، تفضل. يعني دابا هذه العقيده ديالك هكا علمكم الشيطان.
يعني قال لكم قلبوا مواضع الله وردوا في بلاصتي الاسم. واش هذا هو؟ هذا هو الكتاب ديالك؟ جاوبني، كتخاف على راسك شويه؟ كنسولك جاوب، كنسولك جاوب. جاوبني. جاب بلاصتك. يهدي الشيطان بنوره ما يمشى. يبقى. لما شوفوا العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض. عظيمة. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. نور. الله نور. الله نور. الله نور. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان ضعيف، ورب الشيطان له القوة والكمال والجاه والرفعة. خلق الشيطان فعصى الشيطان ربه، فأخرج الله جل وعلا الشيطان من زمرته. هذه الحقيقة التي لن يخبرك بها الشيطان، وإن علمتها لن تفعل بها، ولن تفهمها، ولن تعقلها، ولن تفهم معناها ومغزاها. مفهوم؟ ولهذا أنا السؤال اللي بغيت نوجهه لك، الظن أنني بغي نضربك وبغيك تعذب، حاشا وكلا. ما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم على رقاب الناس بالسيف إلا وبالذهب الدعوة وباللين وبالكلام الطيب، وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من قالها ربح، من قالها فلح، من قالها نجح. لأجلها خلقت السماوات والأراضين. توحيد. أنا ما جاي هنا جالس أنا باش نعذبك، لأنني أصلا ماشي في المستوى باش نعذبك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولكن الرسالة اللي بغيت نوصلها لك، وأنت التي اللي ماكش باغي تفهمها، ولا ربما إن فهمتها ربما تعمل بها، هي أنني كنوضح لك أن عقيدك فاسد. العقيدة ديالك والاعتقاد ديالك والنهج ديالك فاسد وباطل. وأنني لو كان نقرأ عليك الآن، نفتح القرآن على حين غرة مثلا، نعطيك مثال، والله تجربة، أقسم بالله العظيم، بسم الله، تجربة. اسمع، فتح القرآن في أي موضع تحت، مفهوم؟ ونقرأ. وإن كتمت الألم ديالك، مهم يكون ألم. وإن كان مثلا الآية ما عندهاش علاقة بالدخول ديالك وبالعوارض ديالك وبالمطامات ديالك وبالأذية ديالك وبالظلم ديالك، تتأدى وتصرع. مثلا فتحنا القرآن وجدنا صورة غادي نقرأ، ستتأدى. هذا هو الحق. ما أنت عليه الآن باطل، تجربة. وانت دير الأذكار ديالك والأوراد ديالك، وانظر وعي وفهم وعقل وتدبر، وشوف واش الأذكار والأوراد ديالك والعقيدة ديالك ستحفظك، وذكرك للشيطان وأعوان الشيطان وخدام الشيطان هل يستطيع أن يدفع عنك ضر القرآن ولو مقدار شعرة؟ يقدروا يكاليوك عليك هاد الأذية اللي غادي تحس بها، ستشعر بالألم. وإن كتمه الجن ولا كيكتم، كاين بعض الآيات ما تقدرش تصبر عليهم، وكاين آيات تقدر تصبر عليهم شوية، ولكن هناك ألم، يوجد ألم وعذاب. أنا مارد. كيف ما كنت، كيف ما كنت، على أي عقيدة وعلى أي نهج وعلى أي ملة، نوضح لك. مفهوم؟ مارد، أنت مارد ياك. نسولك سؤال، هنا يظهر أن الله كلفك بالعبادة. عندك عقل؟ نعم. عندك عقل أم لا؟ نعم أم لا؟ نعم أم لا؟ عندك عقل.
الا قلت لك دير لي واحد زائد واحد شحال تعطينا؟ زوج. زوج عطاك الله عقل، مفهوم؟ عطاك الله عقل. سؤال، كتجوع ولا ما كتجوعش؟ كتجوع. اذا عطاك الله عز وجل الشهوه. طيب اذا انت مكلف بالعباده لان الله اعطاك عقلا وشهوه، مفهوم؟ وانت تعد من الجن، انت بغيت تمرض نفسك وتتمرض، مفهوم؟ مفهوم. دلك بغيت تمرض وتولي مارد، فانت ستبقى جنيا وسيبقى ابو الشيطان نفسه جني، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. تجربه، لغى ابليس وزمره ابليس ودير الحجوبه والطلاسم ودير الارقام والزهادي 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 وهز اللي بغيت. انظر هل ستدفع عنك ضر القران. والله اسمع، فتحنا القران فتحناه هكا على حيننا، مفهوم؟ اسمع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين تصرع حقيقة تقدر تدفع على نفسك تصرع لك فيها بشي آية من الآيات ديالك. لا والله إلا فتحنا على ألاف لهكا، فتحنا المصحف وقرأنا آية وأنت تصرع وتتألم وتتعذب. القرآن قوي، والقرآن جزء يتجزأ من كلام عظيم، كلام رب عظيم. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. هذا لا شيء أمام الله جل وعلا. جزء يتجزأ من كتابه سبحانه وتعالى، من كلامه الذي أحصاه الله ونسوه، 60 حزبا منذ 14 قرن، يدعو يهدي يبين يوضح للإنس والجن، يدعو للتي هي أقوى، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور. قرآن أخرج دوك الكوح اللي كانوا عبيد وردهم أحرار، وعطونا جوش بوش وعطونا أوباما، مفهوم؟ القرآن وعظمته. لو كان ماشي القرآن، لو كان راه كان أوباما عبد يجلد، ولكن هذه قوة القرآن، مفهوم؟ هذه قوة القرآن. فسبحانك ربي، أشياء عظيمة لا نبصرها الله يرينا إياها منذ زمن بعيد، أشياء أرانا الله إياها ونحن لا نفهمها منذ زمن بعيد، هذه عظمة القرآن. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما تسألون وعلى ربكم تعرضون، لا يخفى عليه من حالكم ولا من أمركم شيء جل في علاه وتقدس في سماه، لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. خاب الشيطان وجنده، خاب الساحر وجنده، خابت اليهود وعقائدهم الفاسدة، مفهوم؟ خاب كل مخلوق يعتقد أن ما دون الإسلام حق. الإسلام هو الحق، الإسلام هو دين الحق، مفهوم؟ ودين السلم والسلام، يهدي التي هي أقوم، دين الله. فأقسم بالله العلي العظيم أن الله لا يظلم العباد مثقال ذرة، ولا ينسى شيئا، ولا يغفل عن شيء. أقسم بالله العلي العظيم أن الله يمهلكم، وأنه سيقبضكم، وعليه ستحشرون. أقسم غادي توقفوا
حفاة عرة سيسألكم ربي عن الصغير والكبير. كل شعرة أسقطها من رأسها، كل شعرة أسقطيها من شعرها، والله هذه المدة الطويلة تشتكي وتئن من عينها. كل لحظة، كل همسة، كل لمسة، كل عذاب، كل ظلم، كل أذية، أعدي للسؤال جوابا، أعدي للرب الكبير المتعال جوابا. أقسم بالله العظيم أنتظركم يوم عظيم، فأسأل الله أن تفيقوا من هذه الغيبوبة ومن هذه الغفلة ومن هذا السبات العميق، وتتوبوا إلى ربكم وتدعنوا إلى الحق وترجعوا إلى الصراط المستقيم وتقبلوا عليه وتنيبوا وتدعنوا وتكونوا مع الحق ولا تكونوا مع الباطل والكفر والشرك والضلال. لا إله إلا الله تكفينا، لا إله إلا الله تحمينا، عظيمة ثقيلة لأجلها خلقت السماوات والأرضين. لا إله إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله، لا ند له، لا شريك له، لا زوجة له، لا ولد له. لا إله إلا الله، كبير عظيم متعال، كان ويكون ولا زال، كان قبل أن يكون الكون، كائن موجود لا ندري كيف وإلى أين ومتى. لا إله إلا الله، خلقنا فسوانا وميز منا، وسبحان الله العظيم، كرمنا بعقل وجسم وبدن، أعطانا شهوة، أنزل علينا القرآن، وعظنا، أرشدنا، بين لنا، أرسل الأنبياء المرسلين مبشرين ومنذرين لكي لا يكون علينا حجة، ولا يأبى الناس والجن إلى الكفرة واتخذ الشيطان والشهوة والسحر أرباب من دون الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، كل جنين أو جنية، يهودي أو يهودية، مسونين أو مسونية، جنين أو جنية، مارد أو ماردة، أسأل الله العظيم كيفما كانوا وأينما كانوا في أي عضو كانوا، إن دسوا واختبأوا واختفوا وكانوا، اللهم إنك يا من ترى حالهم ولا يخفى عليك شيء من حالهم، يا من ترى مستقرهم ومستودعهم ومكانهم. اللهم إنها أسقطت شعرها وفقعت عينها وأمرضت عينها وأمرضت عينها وأمرضت عينها وضيقت صدرها، اللهم إن أعذبوها في المنام وضربوها في المنام وأذوها في المنام، اللهم إنه سكن عورتها وعقد عورتها وربط عورتها، اللهم حرق وجوههم كما شوهوا جمالها، اللهم حرق وجوههم كما شوهوا جمالها، اللهم حرق أبدانهم كما أمرضوا بدنها، اللهم صب عليهم من عذاب السعير وامطر عليهم من عذاب السعير واسقهم من عذاب السعير وزدهم من عذاب السعير، اللهم زدهم ألما وضاعف لهم ألما وآتهم ألما، اللهم اجعلهم إذا قاموا يتحرقون يتعذبون يتمزقون يتألمون، صب عليهم سعيرا أمطر عليهم سعيرا واسقهم سعيرا، يا منزل القرآن، يا منزل التوراة والإنجيل، يا منزل الفرقان، يا منزل محمد بالحق بشيرا ونذيرا، اللهم انزل عليهم حروف كتابك يا منزل القرآن، نارا 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 لا بردا ولا سلاما. لا إله إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك، ولا إله غيرك وهلك عدوك. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، واضرب الساحرين بالساحرين، واخرجا بين يديهم سالمين غالمين. اللهم يا ولي الأولين ويا ولي الآخرين، اللهم يا إله الأولين ويا إله الآخرين، اللهم كلنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اغننا بك عن سواك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل القرآن العظيم أربع عقب ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وحزاننا. اللهم اجعله سائقنا إلى جنتك ورضوانك، وصرفنا عن عذابك ونارك. اللهم لا إله إلا أنت، ومن نسألك أنت المسؤول، لا خاب من رجاك ولا رد من دعاك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اهدنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وغننا